البروجرام الثاني اللي هو سكان وايت نينج نفس الشيء على الكمبيوتر سيستم على الشاشه للجهاز بنكبس على سكان وايت نينج. وكمان عندنا اثنين علاجات اللي هي سريعه والبطيئه. فينا هون نعمل تجديد بشره وفينا نشيل النمش ونساعد انه من تخفيف الوان النمش اللي عندها اللي هي الفريكل. عندنا كمان لازاله حب الشباب وعندنا لازاله الشرايين الحمراء الصغيره اللي بتجي من سبب التدخين الزايد او شرب الكحول امرار او اللي بيتعرض كثير لحراره زايده بالجلد. فكمان بنفس الوقت بنحط على البروجرام هادي وبيكون مأكدين انه الراس اللي هو مثلج وبنبلش هون بنعمل تارجت للالوان الغامقه اللي بالوجه. هون بتساعد عنا لتجديد البشرة بس بنفس الوقت بتعمل لي تعقيم للبشرة من خلال علاج البكتيريا وبنفس الوقت بتساعد على تسكير المسام. بهاي الطريقة نحنا بتصير ضربة ضربة بنقدر نشتغلها أو فينا نعملها بطريقة أسرع. إذا كان عنا سبيس أكبر بتصير هون ما بتاخد وقت تنطر بين الضربة والضربة مثل ما شايفين بصير الضوء يضرب ورا بعده. هيدا بحال عندنا كان كلف اكبر اللي هو الميلازما مش بس النمش اللي هو الفراكلز. هاي طريقه سريعه وفعاله وبتقنيه جديده وما فيها سلبيات. فعشان هيك هيدا الجهاز من هلا افضل الاجهزه الموجوده بالماركت.